بين صديقي وزير العدل العراقي خالد، ووقعناها والتي بمقتضاها سيتم حلق اتفاقيات في مواضيع متعددة في المستقبل، وسنوقعها مما يؤكد أن العلاقات المغربية العراقية في مجال العدل تتطور بشكل جيد وستسير بشكل جيد لإيجاد حلول لعدة قضايا مطروحة علينا كوزراء العدل، مع احترامنا لاستقلالية السلطة القضائية ورغبتنا المشتركة للتعاون في المجال الإداري بيننا وبين وزارة العدل في العراق، لنتمكن من خلق علاقة مبنية على قواعد وقوانين مشروعة وصحيحة. وأنا بالمناسبة أشكر الأخ خالد وزير العدل العراقي، وأريد أن أشكر دولة العراق على استقبالها الذي كان في لما قمت بالزيارة للعراق، وكان استقبالا رائعا، وفي الحقيقة شعرت بالاهتمام العراقي بالمغرب، شعرت بالرغبة أكيدة للإخوة في العراق للتعاون مع المغرب في عدة مجالات. فدولة العراق ودولة المغرب هما دولتين شقيقتين يساند بعضهما البعض ويدعم بعضهما البعض، وهذه مسألة أساسية لتطوير العلاقة في أفق أفضل.